هلو ليديز و جنتلمان، السلام عليكم. معكم ساكورا جي من قناة أوهايو أوتاكو ديس. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات أوتاكو شو اللي كتكون كل أسبوع يوم الأحد أو الاثنين على الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب. إذا كانت هذه أول حلقة تشاهدها على قناتنا، يمكن لك تكليك على سبسكرايب ولا صابوني ولا اشترك باش يوصلك كل جديد ما يتعلق بالأنمي والمانجا والثقافة اليابانية ومواضيع أخرى رائعة. ولكن تي من قدماء المحاربين، ما تنساش من دابا ضغط اللايك وخليونا نبدأ بملخص البرنامج. وكيف العادة كنبداو بحقيقة الأنمي وحقيقة الحلقة من أنمي كوروكونو باسكت، ثم ننتقل لفقرة الأخبار وبالخبر الأول عن الموسم الجديد لأنمي جينتاما، والخبر الثاني وهو ظهور دونالد ترامب في المانجا، والخبر الثالث الذي ينتظره الجميع وهو حقيقة خبر الموسم الثالث من أنمي كود جيس، ثم ننتقل لفقرة هل تعلم ومن أنمي شتاينز جيت، ثم ننتقل لفقرة مقولات الأنمي وهذه المرة أيضا من أنمي شتاينز جيت، وأخيرا ننهي حلقتنا كالعادة بفيديو هذا الأسبوع. Let's go. وبسم الله نبدأ بحقيقة الأسبوع، وهذا المرة عندنا من أنمي كوروكونو باسكت وعن شخصية أكاشي. عندما انضم أكاشي لفريق تايكو كان طوله 1.58 متر. وفي فقرة الأخبار نبدأ بالخبر الأول هو عن أنمي جينتاما، الأنمي المحبوب اللي كيبغيه كل شيء. الخبر مفاده أنه صدور الموسم الجديد لهذا الأنمي في 8 يناير جونفي من سنة 2017، يعني في السنة المقبلة. وهذا الخبر كان المصدر ديالو الموقع الرسمي لقناة تي في طوكيو، وسيعرض على نفس القناة وعلى قنوات أخرى. وكان عارفوا أن هذه سياسة الأنمي، ديما كيبدأ الموسم الأول، هو ليس موسم جديد، هو فقط تكملة المواسم السابقة، كيبدأ شوية كيخلي المونغا تسبق عاود تاني وكيكمل الأنمي. والخبر الثاني وهو عن مهم عنده علاقة بالسياسة شوية، وهو عن دونالد ترامب. دونالد ترامب ظهر في واحد المانجا، مهم الموضوع نتاع هاد المانجا، وهو يعني كيقلب التاريخ نوعا ما، يعني في الاتحاد السوفيتي، رئيس الاتحاد السوفيتي، وأمريكا كانت تحت السيطرة نتاع الاتحاد السوفيتي، وكيبينوا أن رئيس الاتحاد السوفيتي كان يعني أسود وقوي جدا ولا يرحم. وكيف كان لاحظوا أن المونغا يعني بيناه دونالد ترامب هو باقي ما ولا يعني رئيس في يعني عنده الحكم، وفعلا نجح الانتخابات ولكن باقي ما شد الحكم فعلا، وماشي هو اللي بان الأول، كانوا فعلا بانوا رؤساء سابقين في هذا المونغا، كان بان باراك أوباما، بان جورج بوش. وكيفاش هذا دليل عندنا ان المونغا راه ماشي، والمونغا والانمي راه ماشي ديال فقط الاطفال، راه بحال هادي الكبار فقط. الخبر الثالث هو عن لعبه اتاك اون تايتن اللي سبقنا هضرنا عليها في الحلقه السابقه لاوتاكو شو. ظهر في هذا الخبر الجديد، ظهر برومو جديد وهو فيديو عن هذه اللعبه، وكنعرفوها انها هي على جهاز نينتندو 3DS. ونشروا ايضا في مفاد الخبر، او يعني ما قالنا المصدر، ان اللعبه ستباع ب $53 امريكي. نخليكم مع الفيديو. お前が俺の相棒だと。
笑えねえ冗談だな。والخبر الرابع عن انمي ناروتو ودخوله في ارك جديد. كيف كنعرفوا ان انمي ناروتو سالات القصه ديالو حتى المانجا سالات شحال هذه، وجميع القصص والاركات الجايه هي فقط قصص ثانويه، يعني القصه الحقيقيه نتاع المانجا كماساشي كيشيموتو راها سالات. على هذا الشيء في الارك القادم غادي يكون فقط ادابتاسيون ديال ثلاثه ديال الروايات لايت نوفلز تاع فنانين اخرين، وجميع القصص ما بعد القصة الحقيقية فهي ماشي ماساشي كيشيموتو. كما كيظنون البعض أن بوروتو ديال ماساشي كيشيموتو راه بوروتو، المانجا نتاع بوروتو راه ماشي ديال ماساشي كيشيموتو، فقط واحد الفنانين آخرين خدامين عليها، جوج ديال الفنانين يابانيين، وهكذا الأمور كتمشى مع ناروتو. ناروتو القصة الحقيقية راها سالات. وفي هذا الأرك غادي يتمحور على قصة ساسكي. ساسكي فاش من بعد ما طردوه من القرية وفاش كان ضد القرية غادي يحكيو زعما مع من تلاقى وشكون وكيفاش الى اخره. وفي الخبر الخامس اللي كينتظر الجميع على كود جيس واشاعه كود جيس واشاعه الموسم الثالث لكود جيس، ليس هناك اي خبر حاليا مفاده ان هناك موسم جديد لكود جيس. حنا تعمدنا ما نديرو حتى شي اعلان لا في لاباج لا في حتى شي بلاصه على حول هذه القضيه، حيت انتشرت اشاعات كثيره موسم الثالث لكود جيس موسم الثالث لكود جيس. حنا في فريق اوريتو كودس كنجيبو يعني الخبر موثوق، والخبر الاصلي مفاده ان هناك مشروع جديد لكود جيس، وهو يتحدث عن سنوات بعد موت ليلوش، يعني شيء جديد، يعني يكون شيء مشوق. لكن هل هو فيلم؟ هل هو اوفا؟ هل هو سبيشال ايبيزود؟ هل هو موسم جديد؟ ليس هنالك اي خبر يؤكد هذا، وخصوصا متى واين وكيفاش، حتى حاجه بداته الخبر هو غامض. يعني لحد الان ليس هناك اي شيء رسمي حول الموسم الجديد لكود جيس. وهذا المشروع هو باسم كود جيس ليلوش اوف ريزوركشن. حنا ما كنظنش يكون موسم جديد ولا، ولكن بامكان يكون غير اوفا ولا سبيشال ابيزود، يعني حتى يخرج خبر رسمي ويعني واضح وباين، وغادي نوفيكم الجديد على قناتنا. والخبر الاخير وهو عن الروايات الاكثر مبيعا في 2016 في اليابان، بالضبط لها علاقه بالانمي، وكانت في المرتبه الاولى هو روايه يور نيم اللي تحدثنا عنها سابقا، اللي كانت عندها عندها فيلم ولقات هو ودوره نجاحات خيالية، وبقى في البوكس اوفيس كما قلنا لحد الان 14 الاسبوع منذ يعني اخراج الفيلم. وجات الرواية حتى هي في الصدارة مبيعات تفوق 1.5 مليون نسخة. ونخليكم مع باقي اللائحة. وصلنا للفقرة هل تعلم، وهذه المرة من انمي شتاينز جيت، الانمي المحبوب اللي باقي ما تفرج له نصحو يتفرج له. انمي واعر بزاف كيتحدث على الوقت والزمن الى آلة الزمن الى اخره. الحقيقة تقول ان منظمة سيرن اللي بانت في الانمي فهي فعلا منظمة حقيقية كاينة، وهي منظمة سيرن بالسي يعني CERN سين، وهي المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. وفي مقولات الأنمي وكما قلنا من نفس الأنمي شتاينز جيت ومن شخصية أوكابي، وتقول هذه الشخصية: الحاضر كورقة شجرة تطفو في النهر، تتحرك مع التيار لتنتقل من الماضي إلى المستقبل. كيف قلنا لكم هذا الانمي كيطرح نظريه يعني انتقال في الزمن الى اخره، وان شاء الله غادي نوعدوكم عن نديروا شي مراجعه حول هذا الانمي وحقائق عن هذا الانمي لانه انمي اسطوره. وصلنا لنهايه حلقتنا يا شباب، ما كرهناش الحلقه تكون اطول يكون فيها معلومات اكثر وفيديوهات اكثر، ولكن هذا هو المدة المسموح بها وهذا هو الفقرات اللي عندنا. ان شاء الله اذا كنتم عندكم اي اقتراحات او تعليقات الى اخره ضعوها
في الكومنتيرات اسفل الفيديو. ما تنساوش عاوتاني نشروا الحلقات مع اصدقائكم باش يكبر هذا المجتمع، مجتمع الاوتاكو، ونوعي الناس، نفهمهم المعنى الحقيقي للانمي الياباني. نضرب لكم موعد ان شاء الله في الحلقات القادمه. كونوا في الموعد. كان معكم ساكوراغي من قناه اوهايو اوتاكو ديس. سلام.